بداية نحمد الله تعالى أن من علينا بقيادة رشيدة، فمنذ قيام الاتحاد وقد أولت القيادة اهتماماً كبيراً بالمرأة الإماراتية. غدت المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى بها في القيادة وفي الثقة بالنفس، فهي اليوم رئيسة للبرلمان، وهي اليوم وزيرة وطبيبة ومعلمة. فهنيئاً لك أيتها المرأة الإماراتية. ضربت دولة الإمارات مثالاً رائعاً في الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها، وخير مثال على ذلك تمكين القيادات النسائية في الدولة. نحن هنا في الإمارات نرى عطاء القيادة الرشيدة، عطاء دائم لا ينضب. حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة في كافة المجالات العلمية والمهنية، فاليوم ولله الحمد بفضل من رب العالمين وبفضل قيادتنا الرشيدة نرى المرأة في مناصب قيادية في مجال الصحة. حرصت هيئة الصحة في دبي على تمكين المرأة في كافة المجالات، فعينت أكثر من 900 طبيبة في المجال الصحي الطبي، وعينت أيضاً أكثر من 4000 ممرضة وغيرهن الكثير في مجال المسعفات والإداريات. أتشرف بكوني ممرضة إماراتية. مجال التمريض مجال فيه كثير من التحديات وقليل من الكوادر الوطنية. أشكر الدولة لأنها أعطتنا الفرصة لدراسة التخصص والتدرج فيه. فخورة بكوني ممرضة إماراتية، فخورة بكوني امرأة، فخورة بكوني ممرضة. شاركت المرأة الإماراتية في المحافل العلمية التي تتعلق بتطبيقات الإشعاع في الطب، وهي تشمل التطبيقات التصوير الطبي في مجال الأشعة السينية والطب النووي، وكذلك تتعلق بالوقاية من الإشعاع. فشاركنا في المؤتمر الأخير الذي عقد في فيينا بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأبرزنا دور المرأة الإماراتية في مجال الطب النووي وفي مجال الوقاية من الإشعاع والتصوير الطبي.